يعني طلعت نكتة في مصر كلها، وإحنا بنعتبرها نكتة لأن أنت استقبلتها بخفة دم وتلقائية، إن أنت طلعوا عليك إشاعة وفاتك. دي طبعا كانت نكتة سخيفة. أنا قلت لهم والله كويس، هاي بروفة كويس بعض الشر، ربنا يدي لك الصحة. يعني شايف مين ورا الإشاعة السخيفة؟ والله ما أعرف. أنت إنسان محبوب، ملكش أعداء، ملكش خالص، ولا عمري ضريت حد. وبعدين هو حتى لو بيعملها من باب استخفاف دماء تقيل، ليه؟ انا عندي عيال بيتخضوا عليا، وساعات بيبقوا مسافرين مش موجودين في القاهره، يتخضوا، واللي يركب الطياره ويجي على مراوشه، واللي يجي لي ساعتين بالليل. ايه ده؟ طب انت استفدت ايه انك تعمل كده؟ اصلا مش نكته، مش ظريفه يعني. بس وبعدين مش مره، لا يا بوسي، مره واثنين وثلاثه لدرجه اقول لهم يا اخوانا انتوا مستعجلين ليه؟ ما هو كل اجل الكتاب، ما انا هيجي دوري هنط على طول بعد الشر. ايوه ده هو بمزاجي. لا فمش عارف. يعني تفتكر الاشاعات دي بتطلع علشان هم عايزين يشوفوك في اللوكيشن، عايزين يشوفوك في التصوير، عايزين يشوفوك على الشاشه، فبيناقشوك بس. لا عشان كده انا مستعد اسكن في جوه استوديو، ما اخرجش منه. ارجوك يعني يعني انت يمكن بتوحشهم على الشاشه، فلما يلاقوك اختفيت يقولوا ايه؟ نستفزك. ايوه مش ده، اصل ده مش استفزاز. ده بقول لك بيخضوا ناس عليا كتير، صحابي حبايب كتير وولاد. بس انا لما حد بيكلمني في الموضوع ده، بس يكلمني يقول لي هو فعلا الاشاعه دي؟ اقول لهم لا، ده زي الفل، ده كان قاعد معايا في اركان.